تاريخ اليوم 3/6 حوالي الساعة 2 تقريبا ولا في الليل، منتصف الليل، تعرضت منطقة البريقة السكنية الثالثة مكان البريد إلى قصف عدواني صليبي بربري، مما أدى إلى إصابات في بعض الكوادر البشرية في هذا اليوم في منطقة البريقة السكنية الثالثة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن الآن من المنطقة السكنية الثالثة لبريقة التي تم قصفها ليلة البارحة، وهو مركز اتصالات ناس مدنيين يشتغلوا فيه، وهم يكذبوا ويقولوا احنا نقصف في المواقع العسكرية ونحموا في المدنيين. بالعكس، هم يقصفوا في المدنيين ويدمروا في البنية التحتية ومركز الاتصالات لقطع الاتصالات بين الشرق والغرب، وهذه مهمتهم اللي جايين بها لاستعمار ليبيا. الآن قصفوا بتاريخ 3/6/2011 حوالي الساعة 4:30، وكذلك قصفوا ليلة البارحة ليدمروه تدمير شامل، وهو مركز اتصالات بريد فيه ناس مدنيين يشتغلوا موظفين. هذه هي حماية من المدنيين، ويدعوا ويقولوا نحن نحمو في المدنيين وهم يقصفوا هؤلاء الاستعمار الكفرة. بالعكس، والله هذا ما يزيدنا إلا تصميم، ونحن مستمرون في العزيمة والصمود لتحرير ليبيا من هذه الجرذان ومن هذا الاستعمار الغاشم، ويضللوا بأولادنا ليأتوا لاستعمار ليبيا عن طريق أولادنا وعن طريق الخونة. نحن نتصدى لهم بالمرصاد ونبت أقدامنا قدامهم. نحن لا نتراجع بل نتقدم، ويزيدنا صمود وتزيدنا شجاعة لمواجهتهم في البر والبحر والجو. نحن الآن في منطقة بريقة في مستشفى العائلات بالسكنية الثالثة الساعة 2. تم قصف من قبل الناس المدنيين من قبل الحلف الناتو الاستعماري البريد المنطقة السكنية الثانية منطقة الثالثة، والآن هو بالعناصر يقصفوا كلهم مدنيين، لا فيهم عسكري لا فيهم موقع عسكري، بريد ناس تلعب على شركة اتصالات، ناس تقوم بتأمين اتصالات للعائلات الموجودة في منطقة بريقة، وتم قصفها الساعة 2 الآن من الاستعمار الغاشم ومن الناس في عدد الوفيات وناس إصابات خطيرة. والآن نستقبل في الحالات، موجودون العناصر الطبية بالكامل متواجدة في مستشفى العائلات من المنطقة السكنية الثالثة، ونحن لن نستسلم، ننتصر أو نستشهد. الله ومعمر ليبيا وبس، صامدون صامدون صامدون، الله ومعمر وليمر وليبيا وبس. شو اسمك انت؟ نور الدين. نور الدين منو؟ نور الدين فتح جبرية. نور الدين فتح جبرية. نور الدين فتحي ادبي بطلاقة بحرية. كان راقد انا في الحوش، ايه هدا البريد هم تم يقصفوا، هزت الدار طاحت علي الحجن فتحتني انا جيب ضبط عيني. هم جايين بيحمونا بس هم تم يضربوا علينا. صحيح، هذه مش حماية مدنيين. يحمينا الله يحمينا الله الله ان شاء الله. الله الله ما عمر ليبا وبس. وري الشادي، وري اللي عمك، هاي طبق الكاميرا رئيسه. هذا الشادي اللي طبق، هذا هو اللي والله والله نقول ان شاء الله ربي يوصلنا عليه. ان شاء الله ربي ينصر ناسي، ان شاء الله ربي ينصرنا وينصر المتعبات كلها. وهذا السيد عدوان الامريكي او قدامكم، انت شفت طبيعه العيله قدامكم، طبيعه العيله قدامكم شفتوهم انتم كيف انضرب. واليوم في الصبح اليوم في ساعة معينة بالضبط ثلاث قصفات حتى الهز الهوش بالكامل. هذا الطيران الامريكي اليوم 3/6 اليوم التاريخ الجمعة،
وهو قدامكم كل شيء قدامكم. ينصرنا الله بعون الله، لا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي.